ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. طبعا الرسول بيقول لهم لو ما أمنتوش هينزل عليكم العذاب، لكن العذاب مؤجل عند الله إلى أجل معين. فطبعا هم قالوا طب ما احنا لسنا لازلنا على الكفر اهو، فين يا رسول الله بقى، فين العذاب؟ واضح كده لا في عذاب ولا اي كلام، وانت بتقول كلام غير صحيح. ولئن اخرنا عنهم العذاب، بدل ما يستفيدوا من تاخير العذاب في الاستتابه والعوده الى الله، لا بيستهزئوا ويسخروا. ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده. امه هنا بمعنى ايه؟ فتره. احسنت، لان امه بتيجي في القران باربع معاني، فاكرهم؟ نقولهم تاني. ممكن تيجي بمعنى طائفه، وده المعنى المشهور، وجد عليه امه من الناس، جماعه من الناس، ده المعنى المشهور عندنا يعني. لكن ساعات تيجي بمعنى مده او فتره، زي الآية اللي عندنا، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني وادكر بعد فترة، يبقى أمة تيجي بمعنى فترة زمنية، وأمة تيجي بمعنى إمام، إن إبراهيم كان أمة، يعني إمام يقتدى به. وأمة كمان تيجي بمعنى ملة، إن وجدنا آباءنا على أمة، على ملة، وإحنا وراهم وراهم، تقليد أعمى. دي الأربع معاني اللي بتيجي كلمة أمة في القرآن. هنا بقى بمعنى إيه؟ أمة معدودة، يعني فترة معدودة. معدودة يعني مؤقتة، يعني محددة. طيب، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، يعني ايه اللي مؤخر العذاب؟ ما يمنع العذاب، ما ينزل بقى العذاب. شوف الجرأة على رسل الله. ألا يوم يأتيهم، هو مؤجل إلى وقت محدد، يوم ما يجي ليس مصروفا عنهم، يعني ليس مدفوعا عنهم، حيصبهم ليس مصروفا عنهم، وحاق بهم، يعني نزل بهم، ما كانوا به يستهزئون. قعدوا يستهزئوا لغاية ما هينزل عليهم العذاب ويعانوا من هذا الهلاك المبين نتيجة تجرؤهم وسخريتهم واستهزائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم.